وعش الملك وعش الملك وعش الملك. جينا دار غتريب غنمشيو بحالنا دار غتريب باش تعاون ديال القصبه راه فيها 25 عائله من ضمنهم الاستاذ سي بن سعيد، وخدينا الارض في 86. ونظرا لهذه الوضعيه اللي كاينه نتاع الامور كانت مفتوحه حتى الطريق، راه ما بدينا كنخدموا حتى 92، ومع ذلك حتى منين طلعوا ديورنا راه طلعوا والطريق ما كايناش، ما تفتحت الطريق حتى 2002. المهم كان المفروض تدوز من هنا طريق. حنا داك علاش درنا الحيط والتزمنا بالقانون، ولكن عطى الترخيص لهذوك اللي القدام وبناو في الارض، وعطى الترخيص لهذو اللي حدانا وبناو في بلاصه الطريق. بقات طلبنا نسترجعوا البقعه ديالنا اللي كانت وضع عليها الجماعه اليد بدون حق. المهم هذه العمليه استغرقت 20 سنه بعد التصميم المديري نتاع الدار البيضاء ونتاع عين الشق، رجع لنا الارض ديالنا 2012. ولكن من 2012 حتى الان دي 10 سنين عاد تعطى لنا الترخيص باش نبنيو الحيط، وحنا كننتظروا. وهذه العمليه موقفه المصالح ديالنا، لان الا ما هاد الارض دخلت ضمن العقار وحلينا المشكل، راه ما غاديش نقدروا نديروا تفتيت العقود الملكيه لكلات مون تيتر. دابا راه واقفين دابا الناس، ومن ضمنهم سي بن سعيد راه عنده 96 سنه وبغيناه يفرح ياخذ تيتر تاع الدار ديالو اللي جالس عليها هاد الامور. اذا واقفه هاد العمليه على 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 هاد الشكل. اذا ملي خدينا جميع العراقيل الاداريه تجاوزناها جميع الامور بالتأني، لان بغينا نحافظوا على القانون، ما بغيناش نديروا لا تدخلات ولا نعطوا رشوه ولا نعطوا الامور، لان حنا من الناس اللي كينصروا رابطه القانون في هذه البلاد ودوله الحق والقانون. الان عندنا تراخيص من ماي باش نبنيو هذا الحيط ونفضيو هذا المشكل ديالنا، هادو نوضي لنا مشاكل وما موجودينش عندنا، ما موجودينش في الارض ديالنا، موجودين في ارض اخرى، هما غير جيران ديالنا. كيقول لك لا ما تبنيوش، الا بنيتو غادي طيحوا لنا البراكه علينا. قلنا لهم شوف راه القانون كاين، الجور راه كاين القانون ديالو، الا بنينا وقع ضرر عندكم نعالجوه، نقدروا كاع نعالجوه من قبل. حنا كنقول لهم بنيو لكم الحيط من الداخل قبل عاد نحفروا حنا ونديروا الحيط ديالنا، ما باغينش تذكروا. راه سمعتوهم، اللهم إن هذا منكر. أنتم راسلتوا جميع الجهات؟ راسلنا جميع الجهات، آخر مراسلة نهار 5 أكتوبر للعميل، ونسخة القايد ونسخة الكوميسير ونسخة المدينة كلهم. شنو مبرمج في هذه البقعة هذه؟ كيفاش؟ فضاء أخضر، يتضاف الفضاء الأخضر اللي عندنا ليه اللي فيه 5000 متر، وغادي يتضاف 1200 متر، وغادي يولي عمل لصالح الحي كله، لان غادي تنفس الحي. وحنا ملتزمين ما غنبنوش فيه، ماشي هذا. مع ذلك حنا كيخرج لك المشاكل من الامور وكيظهر، نخاف ان السلطه تكون عاجزه. وحنا عندنا هذا الشيء هنا، المشكل هذا هنا، حنا اربعه الخوت، ثلاثه الخوت وبوانا وعاطينا بقعه، ودابا حنا لقاو مشكل. دابا شحال انتم ساكنين؟ حنا هنا 58 سنه، وحنا ثلاثه الخوت وعاطينا بقعه، خاص كل واحد مازال صغير فينا يمشي مع الوالد ديالي ويعطيونا حنا بقعه. عطاونا انا بقعه انا وخويا وبقعه. شنو المشكل ديالكم مع التعاونيه؟ التعاونيه سيدي الحيط الدار راشيه، الدار الحديد تيبان، سمعتي الحديد تيبان، لا مشى حفر غادي يطيح على بنتي. عندي انا بنتي عندها عام، لا طاحت على حجره ثلاثه، غنخرج لذاك الشيء اللي كيحفر حتى انا غندير من يشرع يدي. كانوا مجموعه ديال الناس اللي ساكنين هنا، علاش خرجوا بقيتي انت هنا؟ سيدي الدوله على قبل هذه البقعه، على قبل الدراري، خاص كل دري يدي السكنه ديالو، ماشي غينعسوا مع باه في الدار ديالو، فهمتي؟ كل دري كيبلغ كيولي كبير وليداتو خاصو حتى هو محل ديالو، خاصو السكنه ديالو. هذه هبه ملكيه عطاها لنا سيدنا، والله ينصر سيدنا. حنا كنشكروا من سيدنا، الله يطول ليه العمر والله الله يبارك فيه. هذه تعاونيه سكن القصبه، تاسست عام 86، عام 87 اقتنينا هذه الارض، درنا المشروع ديالنا تما تبنينا. هذه 20 عام وحنا ساكنين، بقى هذا الطرف الارض هذا ماشي محل نزاع، ماشي محل نزاع قضائي، كان داخل في اطار ان بلان دوميناجمون انيسيال.
ديال 92. من بعد بلون داميناجمون تغير 2013، اعطينا الرغبه ديالنا اننا هاد الطرف هذا ما بقاش غادي يدير فيه ليكيبمون باش ندخلوه في 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 لا بروبريتي ديالنا، اي سانو بيرميترا اوسي دي ديجاجي لي بروبليم جوريديك اللي عندنا، لان حنا دابا كلشي عندنا داكشي فعل الشياع، ما عندناش لي تيتر فرونسي دو شاك ابارتمون. خدينا القرار باش نبنيو اوتوريزي باغ لا باغ لا باغ لا باغ لا فيل، بدينا كنشتغلوا. هاد السيد هذا كي سوغ نوتر اون اوتر بروبريتي، عندنا تيغا متوايا، ملي جينا بغا نبداو نحفروا هنا وقفنا قال لك ما تبنيوش لانه غادي يسربوا عليها الحيط كذا 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 كذا. قلنا هادشي ما يمكنش، حنا ما غنربوا عليك الحيط، وحتى لو وقع شي مشكل هادشي راه كيوقع فيه كتكون فيه مسائل، كيمكننا نعوضوه، كيمكننا نعاود نبنيوه، كيمكننا ما. دابا واش هاد الارض هذه هي داخله هنايا ولا؟ لا ما داخلاش، هذيك سيتي نوت بروبريتي، هذاك عقار اخر ما عندنا به حتى علاقه. غير انه حنا جيران، هذا هو هذه العلاقه اللي عندنا معاه. هو بوحدو اللي كان ولا كان شي؟ لا هنا كانوا بلالك بزاف، وكانت تم بقى وحدو هنا، بقى وحدو واحد اخر معاه من الجهه، ولكن هذاك خارج هذا الوعاء، بقى هو تما. هذه دابا تقريبا اسبوع هو تيعرقل، فقاش ما يجي البناي، وبالتهديدات وبالوعيد، وغادي واللي غادي اللي غيحفر تما غنحفر له قبرو، وسير عند المخزن، وسير عند جيب لي القايد، وجيب لي. احنا حنا حاضرين دابا مع القايد مع السلطات، شوفوا هاد الناس واش هديهم الله. هاد الارض اللي موجودين فيها هاد البريرك بجوج هي ديال التعاونيه، ارض ديال التعاونيه. درنا جميع المحاولات ديال باش يمكن لينا سميتون هاد الناس هادو اللي هنايا نلقاو لهم شي حل. نزلت السلطه بالثقل ديالها كامل، ونجحوا انه يحيدوا 24 براكه في ايدي به. هاد السيد ما بغاش، هاد السيد رفض نهائيا. في الاول طلب بقعه يعني ليه ولولده، من بعد ولا كيطلب جوج ديال البقع، رفض انه يرحل من هذه الارض اللي هي اصلا ارض ماشي ديالو، ديال التعاون. هذا هو.